مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبيب. يمكن مشاهدينا من أول ما بدأنا سلسلة حلقاتنا عن مشاكل البشرة مع دكتور هاني ثروت، وإحنا بيجيلنا كم من الأسئلة كبير وكتير جدا جدا. كل البنات بتسأل إحنا عايزين بشرتنا تبقى نضرة، عايزين إن إحنا دايما يبقى فيه لمعان، مش عايزين البهتان، مش عايزين الإصفرار، مش عايزين الغمقان اللي بيكون حوالين العين وحوالين الفم. علشان كده إحنا هنجاوب على كل أسئلتهم النهاردة يا نور. مظبوط يا رنا، النهارده احنا مخصصين فقرتنا عشان نجاوب على كل اسئلتكم اللي بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه الطبيب بالعربي، مع ضيفنا اللي بينورنا النهارده دكتور هاني ثروت، خبير العنايه بالبشره والشعر. اهلا بحضرتك يا دكتور ومنورنا. اهلا بيكم، منورين يا دكتور هاني. يمكن يا دكتور في كم من الاسئله كبير جاي لنا، فهنجاوب يعني نلحق نجاوب على اكبر كم باذن الله. طيب، في سؤال من شيماء بتقول ان هي عندها 19 سنه، بشرتها مجهده، شكلها زي ما يكون تعبانه دايما، عاوزه تعرف حل سريع علشان هي مش عايزه تعمل ميك اب كل يوم وهي رايحه جامعتها. اولا شيماء ما بتشربش ميه كتير، وده حاجه من الاسباب الرئيسيه اللي مخليها بشرتها عامله كده. تمام. اسمها اسماء شيماء. شيماء بتاكل فاست فودز كتير طبعاً، وده باين جدا على بشرتها خلاص، فعندها مشاكل في العظم، عندها مشاكل في اللي معايا، عندها مشاكل داخليه داخل الجسم. لازم اولا تظبط موضوع الاكل ده مبدئيا. ثاني حاجه لازم تشرب ميه كتير جدا 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 علشان الدنيا تبتدي تظبط والنضاره تبتدي تبان في بشرتها. وهي بتعمل ده هنبتدي نستخدم حاجه زي جنين القمح، الماسك بتاع جنين القمح، عشان يبتدي يساعد يبتدي يتخلص من الخلايا الميته اللي موجوده والجافه، عشان يحاول ان هو يخلي بشرتها تبقى احسن شويه. يعني ممكن تكون حالتها قريبه من الحاله دي اللي معانا دي مثلا؟ لا اعتقد اللي انت بتتكلمي فيها الحاله اصعب شويه من دي. يعني اصعب شويه من دي، لان انت بتقول ان هي دايما شكلها تعبان مجهده. مجهده، يعني دي حالة اولموست بسيطة شوية، استخدمنا معها جنين القمح وبعد فترة ابتدت النتيجة تبقى بالشكل اللي انت شايفاه دوت. تمام. جنين القمح مع استخدام المية يدي نتيجة سريعة. الكيس دي مثلا لو احنا قلنا عدد المرات بقى وفترة قد ايه، دي هتاخد وقت شوية على ما يبتدي يبقى فيه نتيجة، لان كل ما الاجهاد بتاع البشرة يزيد كل ما هتحتاجي فترة من العلاج اطول. تمام. طيب دكتور عفاف بتقول انا عندي 33 سنه، عندي مشكله ان المنطقه اللي حوالين شفايفها غامقه عن باقي وشها، مع العلم انها بتحافظ على بشرتها وبتاكل اكل صحي، ممكن يكون ايه الحل مع عفاف؟ اولا طالما في اسمرار او غمقان في الجزء اللي حوالين الفم، ده معناه ان بيبقى في اكل برضو غير صحي كتير. تمام. فهنحاول ان احنا نعدل من الروتين اليومي بتاع الاكل، وفي نفس الوقت هنبتدي نستخدم حاجات زي جنين القمح كمسكات، ونبتدي نعمل لها ابلاي على الجزء اللي فيه غمقان، وكمان نبتدي نعمل له ابلاي على الجزء كله بحيث ان هو يبتدي يعمل ريفرشمنت ويعمل يخلي الشكل البشره هيلسي اكتر، ويحافظ لي على الوان البشره، يبتدي يوحد لي الوان البشره. ده بسبب ان جنين القمح زي ما احنا قلنا في الحلقات السابقه ان هو فيه انتي اوكسيدنت اللي هي مضادات الاكسده، اللي هي بتساعد ان هي تظبط وتعمل اتزان في البشره وخلايا البشره والوان البشره. تمام. طيب في سؤال من نسرين بتقول ان هي بعد الحمل والولاده وشها بقى درجته اغمق عن زمان، مش عارفه ايه السبب، وجربت ماسكات كتير وبتقول ان مفيش امل. بعد الحمل والولاده اثناء الحمل بيحصل مشاكل كتير جدا في الجسم، في البشرة وفي الشعر. صحيح. في الأعضاء الداخلية، لأن بيسحب الجسم بيسحب كل المواد الغذائية الموجودة وبيديها للجنين. تمام. تمام. فهي بعد الحمل والولادة هي المفروض ان هي محتاجة ان هي تبتدي ترجع تعدل من النظام الغذائي، وتبتدي تركز قوي على الحاجات اللي فيها فيتامينز ومينرالز. تمام. وتبتدي الست دي مثلا لو اخذت جنين القمح انتيك، يعني في جنين القمح بيتاخد بيتشرب. تمام. دي نتيجة كويسة جدا 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 في فترة قصيرة. كمان ان احنا لو ابتدينا نعمل ابلاي بجنين القمح على البشرة زي الصورة اللي احنا شايفينها. تمام. في خلال شهر بالظبط هتلاقي النتيجة زي ما انت شايف. هي اوريدي بعد ما بتعمل ابلاي لجنين القمح على البشره وبعد ما بتغسله بتلاقي نتيجه، بتلاقي البشره ابتدت تلمع شويه، ابتدت تبقى شكلها صحي اكتر. في خلال شهر بنوصل للنتيجه اللي انتوا شايفينها دي ببساطه جدا جدا جدا. وبرده برجع تاني بقول شرب الميه، لو ما بشربش ميه مهما عملت للبشره البشره مش هيحصل فيها اي تغيير. تمام. طيب دكتور هالة عندها مشكله، ويمكن بنشوف مشكله هالة دي كتير وفي بنات كمان سنها صغير، بتقول ان هي ايديها اغمق من وشها وشكل ايديها مكرمش كانها عجوزه، مع انها عندها 27 سنه وهي مش عارفه تعمل ايه. والمشكله يمكن دي برده اللي بتبقى شائعه ان هي خطوبتها الاسبوع اللي جاي، دايما البنات بتيجي متاخر. المشكله ان الناس دايما بتجي لنا متاخر. ليه؟ وعايزين بسرعه. طبعا ده واضح ان احنا يعني ما عندناش تكنيك معين وما عندناش سيستم معين او روتين معين للعناية
عنايه بالبشره، وده شيء مهم ان انا اعمله دايما. خلاص لو انا ايديا فيها مشكله والوانها مختلفه عن الوان البشره، ده معناه ان الايد بتتعرض للشمس فتره طويله. اكيد. فمحتاج ان انا اولا يعني ابتدي استخدم حاجات ماسكات على الايد وكريمات على الايد ان هي تحافظ لي على البشره من الشمس، تبقى صن بلوك. يبقى انا محتاج اولا ابتدي اتخلص من البشره السوداء او الطبقه السوداء اللي موجوده. ممكن استخدم جنين القمح بيديني النتيجه دي بشكل كويس قوي، وفي نفس الوقت يعمل لي ترطيب، وفي نفس الوقت لازم اجيب صن بلوك طبعا مع اكتر السان بلوكس الموجوده، وابتدي اعمل لها ابلاي على الجزء اللي انا اوريدي بيتعرض للشمس دايما. ده دايما بيبقى من السواقه، البنات اللي بتسوق بالشكل ده، علشان يبتدي اللون يرجع يتوحد يبقى زيه زي لون البشره. تمام. طيب في سؤال من امل بتقول ان هي عندها هالات سوداء غامقه جدا، وبتقول ان هي مشوهه شكل عينيها، نفسها تخلص منها، عايزه تعرف ايه الحل. ما بلاش. الهالات السوداء كان المتعارف عليها ان هي بتبقى ريليتد بالارهاق. تمام. بنسبه 90% الحالات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ما بتبقاش ريليتد بالارهاق، هي بتبقى مشكله في السكين للاسف الشديد. عندها نقص في الكولاجين بنسبه عاليه جدا. لو شفنا مثلا دي الحالات والتجاعيد، البشره فيها رينكلز كده وفيها خطوط زي ما احنا شايفين. بشره مش نضره، عايزه تتغذى، محتاجه غذاء. لو ابتدينا نعمل ابلاي لحاجه ناتشرال خلاص في الجزء ده هيديني نتيجه زي اللي انت شايفينها. النتيجه دي في خلال شهر. جميل. يعني خلال شهر تختفي خالص كده، مده قصيره يعتبر. مده قصيره لان دي حاجات ناتشرال نتيجتها كويسه جدا، نتيجتها اكتر من رائعه. عكس الحاجات الكيميكالز اللي بنبتدي نستخدمها بتبقى موجوده في الصيدليات بشكل او باخر، بنبتدي نعمل ابلاي ولو ما استمرتش عليها ترجع تاخد وقت طويل، تاخد وقت طويل جدا، ومحدش بيستمر عليها للاسف الشديد. نادرا ان حد يستمر عليها. فاضطري ان انت ترجعي تستخدمي بقى الميك ابس والحاجات اللي هي اوريدي بتزود البقع السوداء الموجوده في البشره عشان تداري عيوب البشره. فللاسف لو احنا استخدمنا حاجه زي جنين القمح مع كيس زي كده هتجيب نتيجه معاها كويسه. يعني امل تستخدم جنين القمح للغمقان اللي حوالين عينيها، ده هيجيب لها حل كويس، هتجيب نتيجه كويسه. هو اوريدي جنين القمح الماسك ده في حاجات روعه، لان هو فيه كل حاجه الجلد محتاجها، وكمان ناتشرال ما فيهوش كيميكالز، والجزء اللي حوالين العين السمك بتاع الجلد خفيف شويه، خفيف صحيح. فلازم استخدم حاجه يعني ما يكونش فيها كيميكالز وتكون ناتشرال. فجنين القمح يديكي كل الايفكت اللي انت عايزاه. مثلا في كيس زي كده لو بصيتي تحت العين هتلاقي فيه زي رينكل، فيه خط كده تحت العين، والبشره لونها جاف شويه، تحس ان هي يعني ضعيفه، محتاجه تتغذى. بعد استخدام جنين القمح، على الرغم ان هي بشره اويلي دهنيه صحيح، بعد استخدام جنين القمح هتلاقي الرينكلز او الحروف اللي هي او اللي هي الخطوط اللي تحت العين ابتدت انسام هاو تروح وتختفي مع الاستخدام بتاع جنين القمح. ودي طبعا نتيجه كويسه جدا طبعا. بدون الدخول بقى في قصه الكيميكلز والاستخدام الكتير، تقعدي بالثلاث والاربع والخمس والست شهور تستخدمي في حاجات عشان تضيع لك بس الهالات السوداء او الدوائر السوداء اللي بتبقى تحت العين والخطوط اللي بتبقى موجوده في البشره. طيب سؤال مهم يا دكتور، بس عشان يعني بعيدا عن اسئله الفيسبوك، بس هو ليه علاقه بالاسئله دي. جنين القمح يا دكتور احنا يمكن استخدمناه في اكتر من سؤال، وقلنا ان هو حل مهم جدا لكذا حاجه ليها علاقه بالبشره ومشاكلها. منين يجي جنين القمح، او جنين القمح اللي موجود عند العطار بمعنى اصح، هو ده الجنين القمح الاصلي الصح اللي هو هيفيدنا كل الفايده دي، ولا بص ما اقدرش اقول لك ان هو الاصلي ولا مش الاصلي، بس هي عمليه الاستخلاص جنين القمح عمليه معقده جدا جدا فوق ما تتخيلي. واي دونت ثينك سون بتاع العطاره هيقعد بال 15 ساعه وحاطط الحاجات ويعمل لها فلتريشن ويشيل ويحط وينظف بشكل علمي، فاي دونت ثينك سون هم هيعملوا كده، والعمليه مكلفه طبعا. فهو اوريدي بيجيب وخلاص يعني اللي هو يعني بيشيل وخلاص ويعبي في الحاجات بتاعته ويبيعه. هو مش 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 فاهم، هو مش فاهم هو ايه اللي في اللي في الجزء بتاع القمح مفيد للبشره والشعر. فهو اوريدي مش هيبقى بالنسبه له انترستد قوي، هو هيحط كل حاجه على بعضها وهيبقى عالك على يبقى مش ده جنين القمح الافكتيف اللي احنا بنبقى عايزينه. هو بيبقى فيه جنين القمح، بس نسبه جنين القمح اللي بتبقى موجوده فيه بتبقى قليله جدا، بتبقى قليله جدا. الجنين القمح اللي هو بيبقى مور افكتيف اللي بيديكي كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، هو ميديكال، هو طبي شويه. فممكن اسال عليه مثلا في الاماكن اللي هي المختصه بالاماكن بيع جنين القمح، في اماكن بتبقى مختصه بس ببيع جنين القمح بس، وده بيبقى مور ميديكال وبيبقى مور افكتيف. الحقيقه يا دكتور دي كانت نقطه مهمه وكان لازم نوضحها طبعا لكل مشاهدينا. ودكتور وصلنا معاك لنهايه فقرتنا، ويا رب كل الناس يكونوا استفادوا وقدرنا نجاوب على اكبر كم من الاسئله اللي جات لنا على الفيسبوك. كان منورنا ومنوركم النهارده دكتور هاني ثروت خبير العنايه بالبشره والشعر. نورتنا يا دكتور. نورت يا شباب، ميرسي جدا حضرتك جدا يا دكتور، ميرسي لحضرتك. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.